برحب بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيها عن طاقه برج العذراء، البرج الاعلى نسبه مشاهده عندنا في الشانل. لا عايزين نقول له ثانك يو بجد يا مواليد برج العذراء على كل الدعم بتاعكم وعلى كل الطاقه بتاعتكم وعلى كل يعني المشاهدات القويه بتاعت مواليد برج العذراء، لان انتوا توب 1 عندنا في الشانل. طيب خلينا نتكلم عن نصائح وتحذيرات وتوقعات الابراج برج العذراء العاطفيه من اول النهارده لحد من اول النهارده من يوم من يوم 3 لحد يوم 9 لحد يوم 9 لمده اسبوع يعني. بليز تقولوا لي بتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. هديكوا اوبشنز، برج الجدي او برج نتكلم عن الجدي، نتكلم عن الميزان، نتكلم عن الدلو، نتكلم عن الحمل. اختار برج تحبوا نتكلم عنه بالتفاصيل. طيب برج العذراء، اول حاجه طبعا عندكم يوم 3 و4 يومين حلوين جدا، يومين مدعومين، يومين عندكم انرجي، عندكم طاقه. القمر موجود في برج الثور فبيدعمك. القمر الثور بيدي لك مساعدات، بيدي لك طاقه نشاط، بيدي لك طاقه انجازات، فانت قادر على الانجاز. يومين حلوين استغلهم، اللي هو الاثنين والثلاث، يومين انت بتخلص فيهم بتنجز فيهم. بعد كده عندنا في ولاده قمر جديد نيو مون في برج الجوزاء يوم 6/6، وقلنا يوم 6/6 او 6 جون او 6 يونيو حزيران. طاقه اليوم ده طاقه عاليه جدا، روحانياتك هتكون عاليه قوي يا برج العذراء. استغلوا اليوم ده، ادعوا ربنا كتير، اعملوا لوك اوف اتراكشن وتقدروا توصلوا لحاجات كتيره نفسكم فيها. كمان قمر الجوزاء من 5/6 و7 بيحطك تحت الاضواء، انت تحت الاضواء يا برج العذراء، فاحذر من مخالفه القوانين، احذر من طاقه حسد او طاقه حقد او طاقه منافسه. خلي بالك برضو من علاقتك مع اشخاص مسؤولين او اشخاص عندهم سلطه او مسؤولين. بليز يا برج العذراء يعني ايه، انتبه برضو من علاقتك باب وام، شخص مسؤول، فانت شويه ممكن يكون عندك طاقه ابس اند داونز في الحته دي. طيب شايفاك بتبتدي شهر وانت عندك شويه طاقه غضب او عصبيه او انت خايف من حاجه، عندك مخاوف كتيره وعندك مشاكل ماديه قويه جدا جدا. انا قلت في الكلام ده الفيديو اللي فات، برج العذراء يعاني من مشكله اقتصاديه، مشكله ماديه، استرس، ضغط كتير جدا جدا. طيب يوم برضو بعدين قلنا يوم 8 و9 يومين حلوين جدا، لان القمر هتنقل برج الصديق ليك، فعندك لقاءات عاطفيه، عندك طاقه دعم، عندك طاقه سعاده، طاقه تحقيق امنيه، بتخلص كل حاجه وراك، فطاقتك حلوه جدا جدا يا برج العذراء. طيب يبقى انت بتبتدي الشهر مش باحلى حاجه، بتبتدي الشهر وانت عندك طاقه كانك خايف من حاجه، قلقان من حاجه، حد مستني لك على غلطه. خد بالك يا برج العذراء، انت تحت الاضواء كده كده، لان الشمس كده كده والمشتري في برج الميزان، وكواكب كتير جدا، سوري في برج الجوزاء، فكواكب كتير جدا مع برج الجوزاء، ودي اعلى نقطه فلكيه عندك مسلطه عليك الاضواء. فشويه ناس كتيره قوي قاعده مركزه معاك، عندك منافسه، عندك حروب كده، ناس حقوده، ناس حسوده، ناس قاعده بقى اللي هو يلا اغلط يلا اغلط، او وراك حاجات كتيره، مطلوب منك حاجات كتيره في وقت قليل. فشويه شايفاك اللي هو بتحاول ان انت تكون افضل واحسن، او بتبذل مجهود بس انت بتعافر يعني. وشايفه ان في ناس هتكون قاسيه عليك يا برج العذراء، ناس انت بتحبها او ناس كنت معتقد الناس دي هتدعمك او تساعدك، هتلاقيهم قاسيين جدا جدا عليك. كمان شايفه ان عندك شخص من الماضي مش قادر ينساك يا برج العذراء، مش قادر يشيلك من دماغه، مهما بعدتوا عن بعض، مهما اختفيتوا عن بعض، مهما في تجاهل ما بينك وما بينه، الا ان الشخص ده بيفكر فيك، بيتخاطر معاك، مش قادر ينساك، مش قادر يشيلك من دماغه. ففي عندك شخص من الماضي مش قادر يتخطاك، مش قادر يتخطى البعد ما بينكوا، على طول بيفكر فيك، على طول بيراقبك في صمت. كمان شايفه ان انت عندك ممكن يكون تعب صحي او تعب نفسي شويه اول 3 اسابيع يا برج العذراء، يعني اول 3 اسابيع احنا قلنا ان انت مش افضل حاجه، اخر 10 ايام انت افضل بكتير جدا جدا. برضو نفس الشخص اللي هو من الماضي ده نفسه ياخد خطوه من ناحيتك، بس هو خايف من رد فعلك، خايف من طريقتك معاه، خايف من انت مثلا ممكن تعمل حاجه تضايقه او تزعله، او ان هو شخص حساس جدا جدا. طيب في طاقه برج ثور وطاقه برج سرطان وطاقه برج ميزان وطاقه برج جدي وطاقه برج عقرب وطاقه برج حمل وجوزاء ودلو قويه جدا جدا جدا. شايفه ان في شخص دخل حياتك ملاها بقى ورود وملاها سعاده، شخص جديد دخل حياتك كده اقتحم حياتك مره واحده وفجاه اختفى من غير سابق انذار، لدرجه ان هو بطل يتواصل معاك، بطل يكلمك، وانت كنت قلقان جدا عليه، مش قادر تعرف اي حاجه عن الشخص ده، او كانك مش فاهم هو ايه اللي حصل، كان الشخص ده جراله حاجه. بعد كده هيجي لك خبر منه او خبر عنه هيطمنك، او هتبقى تستريح شويه برج العذراء. الشخص ده ممكن يكون من برج الدلو او برج السرطان.
اوكي، شايفه ان في شخص انت بتحبه قوي يا برج العذراء، بس علاقتك بيه اون اوف، يعني علاقتك بيه اما تبقى كويسه قوي يا اما تبقى مش كويسه خالص، اما تبقى كويسه قوي يا اما تبقى بايظه خالص، فعلاقتك بيه اون اوف او علاقه مش متزنه، يعني شويه تقربوا وشويه تبعدوا، بس الشخص ده ممكن يكون من برج ترابي او من برج مائي. طيب لو هقول ادفايس لبرج العذراء، بس يا هيزل خلي بالك على صحتك، خلي بالك برضو على طريقتك في صرف الاموال، انا شايفه ان هيبقى عندك نضج شويه في صرف الاموال، يعني هيبقى الشهر ده انت ماسك على نفسك شويه، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، او كان عندك ديون كتير او بتحاول تنظم الفلوس اللي انت بتنظم مصروفاتك شويه يا برج العذراء. طيب يبقى بتبتدي الشهر وانت عندك عصبيه غير مبرره، خلقك ضيق، سهل استفزازك، فما تدخلش في، يعني حاول تبقى اكثر هدوءا يا برج العذراء. كمان شايفه ناس بتحاول تقلدك، في ناس بتحاول ان هي توقعك، في ناس عايزه توقعك من على العرش بتاعك يا برج العذراء، ناس حقوده حسوده وشين منافقين، ما تتكلمش عن اسرارك، عندك ناس حسوده كتير في حياتك، فحاول ان انتوا تخلوا الاسرار، تخلوا الحاجه لحد ما خلاص تطلع للنور. اوكي طيب شايفاك قلقان على اخ او اخت كان عنده مشكله او عنده حاجه وبعد كده اتحلت، وبعد كده انت خايف ان المشكله دي ترجع تاني، شايف عندك طاقه قلق على حد من العيله او فرد من العيله، ممكن يكون ابن او ابنه او اخ او اخت او اب او ام. طيب الحبيب بتاعك يا برج العذراء بقى كانه متضايق، غضبان منك، متغاظ منك، يعني شريك او الحبيب بتاعك شايل منك او متغاظ منك او مش طايقك، لان هو حاسس ان انت شايف نفسك عليه، حاسس ان انت عندك طرف جديد، او حاسس ان انت بطلت تهتم بيه، او ان انت مختفي كده في حياتك، هو مش فاهم انت بتعمل ايه ورحت فين وبتيجي من فين، فالحبيب بتاعك مرتبك شويه، مش عارف انت بتتصرف كده ازاي، مش عارف انت ليه بتقرب وليه بتبعد، هو مش فاهمك الحبيب، فهو مخنوق منك حبتين، وغير ان هو ممكن يكون عنده مشكله صحيه او حد من اهله عنده مشكله صحيه او حد من اهله تعبان، فهو الفتره دي هزل كلب رز الاول، الفتره دي الحبيب بتاعك مركز طاقته على نفسه، مركز طاقته على عمله، حابب نفسه قوي، مركز طاقته على نجاحاته، على شكله، على عيلته، على شغله. طيب قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز، برج الميزان، برج الدلو، برج الحمل، برج السرطان، برج الحوت، قولوا لي تحبوا نتكلم بالتفاصيل عن مواضيع ايه برضو في علم الطاقه، ولو اول مره تابعوني بليز تشتركوا في القناه، وعايزين نوصل فيديو 30,000 لايك و 30,000 شير وكومنت، وكمان حاجه تانية بليز لحجز استشاره خاصه او قراءه خاصه او جلسه تخطر روحي او جلسه جذب شريك الحياه بليز تبعتوا على الايميل، وان اوف ماي تيم هيرد عليكم. طيب فالحبيب الفتره دي كمان ممكن يكون عنده طاقه دراسه، بتعلم حاجه جديده، او بيحاول مشكله، بيحاول يحل مشاكل عنده، بس هو افضل بكتير من الفتره اللي فاتت، انا شايف الحبيب بتاعك كان متدمر الفتره اللي فاتت، فهو بيبدا يفوق بقى، يبدا يشوف نفسه، يبدا بقى ايه يعني على الهادي كده يبدا يشوف هو وراه ايه. الدنيا دي اهدى، الفتره دي اهدى بكتير، او الاسبوع ده اهدى بكتير من الاسبوعين اللي فاتوا عند الحبيب، فهيرجع يسيطر على اموره، هيرجع يسيطر على احواله، هيرجع يسيطر على حياته بعد ما كانت الامور عنده خارج السيطره، سواء في حياته الشخصيه او حياته العائليه. بجد ثانك يو يا جماعه كل حد بيكتب لي بحبك من كل قلبي وبحبك حب صادق، وانا كمان بحبكم، ويا رب يرزق كل حد بيحبني حب لله في لله، السعاده والرضا والبهجه وتحقيق الامنيات يا رب العالمين، امين. طيب انا شايفه الفتره دي كمان سلام، ايوه ادخلوا كده، بص اول ما قلت سلام طلعوا يجروا. الحبيب بتاعه بتاعك كان عنده مشكله جسديه او مشكله صحيه او حد من اهله عنده مشكله صحيه، فيرجع يسيطر على حياته العائليه، هيرجع يسيطر على الشغل بتاعه، وكان كان عنده ايام صعبه جدا الفتره اللي فاتت، فبيبدا يرجع تاني، ويرجع تاني كان متعب، كان متضايق، كان مجهد، فيرجع تاني يفوق الحبيب بتاعك. بس الحبيب شايف ان الكيمياء ما بينك وبينه قلت، او الانجذاب قل ما بينكم، او ان هم بطلتوا يبقى فيه تواصل قوي زي الاول، هو مش فاهم السبب، ودي حاجه مضايقاه ومزعلاك جدا، او هو مش فاهم ليه البعد، ليه مين اللي بعد، بس هو شايف ان انت اللي اخترت البعد وانت اللي بدات البعد يا برج العذراء، ودي حاجه مضايقاه جدا جدا يا برج العذراء. انت عندك ايه الاسبوع ده؟ انا شايفه ان انت عندك نهايه وبدايه، كان نهايه قصه حب، بدايه قصه حب جديده، او نهايه شغل ونهايه بدايه شغل جديده، او نهايه حاجه وبدايه حاجه، فعندك نهايه وبدايه جديده، بس البدايه الجديده هتكون افضل واحسن بكتير، فلا تقلق، عشان عارفه ان برج العذراء برج قلق جدا جدا يعني. كمان شايفه ان عندك شخص جديد بيحاول يهتم بيك، بيحاول يدلعك، بيحاول يقرب منك، شخص جديد معجب بيك، او انت معجب بشخص جديد، او عندك كراش على شخص جديد، ففي شخص جديد في شغف، في طاقه اعجاب، او شخص جديد دخل حياتك الفتره اللي فاتت، بدا يكون له وجود في حياتك كده، كانه تسلل الى حياتك.
يعني تسلل الى حياتك وبدا يكون بس بقى بلو بقى بس بقى بدا يتسلل لحياتك وبدا ياخد مكان في حياتك. انا شايفه بقى الحبيب شايف ان انت بقيت شايف نفسك، حبيب شايف ان انت مش بتفكر فيه زي الاول او مش بتتواصل معاه زي الاول او ان انت مشيت وسبته، بس هو بيفكر فيك ولسه بيحبك وفي ذكريات كتيره معاك وهو لسه حاسس بمشاعر حقيقيه ناحيتك، بس هو مش عايز ياخد الخطوه الاولى، هو مستنيك انت اللي تاخد الخطوه الاولى. فالحبيب برضو الفتره دي مركز على شغله، مركز على حياته، مركز على عيلته، عايز يكون افضل، عنده اهتمامات عائليه قويه جدا، عنده مركز على طاقته على اموره الشخصيه، وبيحاول ان هو يتحسن، بيحاول يتطور من نفسه لان كان عنده زي ما قلت لكم فتره صعبه جدا جدا جدا. انا شايف في طاقه ابراج ترابيه جدي طور عذراء، طاقه ابراج مائيه عقرب سرطان وحوت قويه جدا جدا. والحبيب شاكك ان انت عندك طرف ثالث او عندك شخص جديد دخل حياتك، لان هو شايف ان انت يعني كانك مشغول قوي، بتواصل معاك مثلا ما بتردش عليه على طول، في حاجه مثلا في حاجه مخلياه حاسس ان انت عندك علاقه جديده في حياتك وان انت مبسوط من غيره وان انت عايش حياه وان بقى في مسافات كبيره ما بينكم او بقى في برود في العلاقه او الانسجام او الطاقه قلت او ان في شخص فيك بطل يحب التاني زي الاول، ودي حاجه مضايقه. بس هو الحبيب بيحبك لسه ياس، حتى لو انتوا بتتكلموش، حتى لو انتوا متخانقين، حتى لو انتوا زعلانين، الشخص ده يعني حتى لو انفصلت عنه او حتى لو بعدتوا عن بعض هو لسه بيفكر فيك، لسه بيحبك، لسه مش قادر يبعد عنك، هو بيركز معاك قوي قوي على فكره الحبيب ده. هو شايف ان كان زمان في ما بينكم وبين بعض كيمستري قويه، كان في تواصل قوي، كوميونيكيشن قويه، ودلوقتي انتوا بعدتوا عن بعض، هو مش فاهم ايه المشكله، كانه عايز يبحث عن السعاده والتوازن ما بينك وما بينه. والحبيب حاسس كأن في بعد ما بينك وما بينه، مسافات كتيرة قوي، وهو عايز يقرب بس مش عايز ياخد الخطوة الأولى، وشايف ان انت في حاجة جديدة في حياتك. قولوا يا برج العذراء فعلا في شخص جديد او معجب جديد او كراش جديد او حد جديد دخل حياتك العاطفية شقلبها لك رأسا على عقب، ولا لا يا برج العذراء؟ هو مش عارف يعمل ايه من غيرك يا برج العذراء، وهو حاسس ان انت كمان بقى عندك حياة مختلفة عن وجوده. يعني زمان انت كنت رابط حياتك بيه، كنت رابط مستقبلك بيه، كأنك بقيت شايف لك شوفة تانية، هو شايف كده برج، او شايف ان انت احساسك اتغير واحساسك بقى عندك احاسيس ناحية حد تاني، هو بيتضايق من الموضوع ده بس هو مخبي مشاعره، وشايف ان انت اللي بعدت واختفيت فجأة وبقيت غامض. وانا شايفة فعلا يا برج العذراء ان انت عندك بدايات جديدة وطاقة جديدة، وهو بصراحة شايف ان انت السبب في البعد ده، يعني هو مش شايف ان هو غلطان في حاجة، انت شايف ان هو السبب، وانت وهو يعني كل واحد فيكم شايفه بيرمي عصاية الاتهام على الاخر، انت برضو شايف ان هو ما بيهتمش بيك بالشكل اللي انت بتحبه، او هو ما بيقدملكش الطاقة اللي انت عايزها منه، او ما بيقدملكش المشاعر اللي انت محتاجها منه. بس انت فعلا عندك بدايات جديدة يا برج العذراء. انا شايفه الاسبوع ده فيه ups and downs يا برج العذراء، يعني شوية انت مبسوط وفرحان ومستقر وهادي ومتوازن، وشوية عندك شغل كتير، مشغول جدا، وراك حاجات كتيرة قوي، برضو عندك حاجات ممكن تضايقك او تفكر في حاجات كتيرة قوي، عندك طاقة قلق وخوف من المستقبل او قلق وخوف يخص شخص من العيلة او شخص من الاسرة. شايفاك بتركز برضو في خطوات جديدة، عندك مصاريف كتيرة قوي يا برج العذراء، وفلوس كتيرة بتتصرف، تكير خلي بالك. شايفاك كمان بتخطط لسفرية، او شايفاك بتتعلم حاجات جديده، عندك طاقه سفر، شايفاك مشغول برضو يا برج العذراء، في حاجه شغلاك يعني. عندك شغل كتير، مشغول جدا جدا جدا. طيب خطوات الحبيب، انا شايفه ان الحبيب هيفضل ساكت، هيفضل زي ما هو في مكانه، هيفضل متجاهلك، هيفضل بعيد، هيفضل كتوم، هيفضل مش بيتكلم، او هيفضل مشغول في اموره العائليه واموره الشخصيه. فانا شايفه ان الحبيب مش هياخد خطوه خالص يا برج العذراء، بالرغم ان هو ممكن يكون بيتخطر معاك، بالرغم ان هو بيكون بيراقبك، بالرغم ان هو عايز يقرب منك، الا ان هو مش قادر ياخد خطوه. هو بجد زعلان منك قوي، او هو الحبيب ده بيحب الشخص، على فكره هو شخص مش انيشيتيف، ممكن يكون شخص من برج ترابي، عشان كده بقول لكم هو مش بياخد، مش عاده بيبادر، فهو دايما مستنيك انت اللي بتبادر، وعلشان انت بقيت ملهي او مخنوق او مختلف او في حاجه جديده عندك ما بقتش بتنكشه، فبالتالي هو ساكت. فشايف ان الحبيب هيتجاهلك وهيبعد، وهيفضل ساكت وهيفضل مشغول عنك، مش هياخد اي خطوه من ناحيتك خالص، بس فجاه كده ممكن يتواصل معاك، او فجاه كده يبعت لك رساله، او فجاه كده اتصل بيك يقول لك عايز اشوفك، يعني هيعمل خطوه مفاجاه، بس انت مش هتبقى محببها قوي، لان انت كمان زعلان منه على فكره، انت زعلان من تجاهله برده، فانت هتبقى زعلان منه، فهو هياخد خطوه كده مره واحده، انت اللي هو ايه ده، هو انت مش كنت ساكت وقاعد وما بتتكلمش وما بتاخدش خطوه من ناحيتي؟ يا ابني بطل تلحسني بقى. طب يعني انا شايفه ان هو هيتواصل معاك او يبعت لك مسج فجاه كده من غير اي سابق انذار.
فهيبعت لك مسج بالرغم ان هو بقى مقرر ان هو لا بقى انا هربيك يا برج العذراء، مش انت عندك حد جديد وشايف حد جديد غيري، طب انا هوريك. بس الحبيب الفتره دي سقطه في نفسه مهزوزه على فكره، واضح عنده مشكله كبيره على فكره. الشخص ده ممكن يكون سبب بعضه مش هو اللي عايز يبعد، لا هو عنده مشكله كبيره في حياته على فكره، ممكن يكون عنده مشكله عائليه، مشكله صحيه، مشكله هي اللي بعدها عنك يا برج العذراء. انا بشوف ايه، انا بشوف ما تتخلاش عن الحبيب ده، يعني ما تبعدش عنه خالص حتى لو في شخص جديد، لا خليك يعني ايه، خليك على تواصل معاه، او خليك لو جيت تواصل معاك تواصل معاه، ولو انت حسيت ان انت مشتاق له او ان انت هتبقى مبسوط اكتر ولو تواصلت معاه، خلاص انكشوا، ادخل بقى كلمه، ابعت له مسج، هات له ريل، ابعت له هديه، اعمل اي حاجه، قول له عايز اشوفك. فانت هتبقى صاحب القرار في الرجوع، هو عايز يرجع ياس، بس هو مش هياخد الخطوه الاولى. عارفين بقى اللي هو ماشي انا هربيك بقى برج العذراء، هو هيربيك، هو حاطط في دماغه ان هو هيلففك حوالين نفسك. والحبيب ده على فكره شخصيته قويه، بس هو الفتره دي عنده مشاكل لدرجه ان هو بقى مش مركز يعني. طيب انا شايفه ان انت الفتره دي عندك حركه كتير، عندك هتتعرف على ناس جديده، عندك انتشار، عندك شهره، اسمك هيلمع، ناس بتشتغل في حاجه ليها علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي، اسمك هينتشر. وشايفه كمان ان انت خلاص بترتب لخطوات جديده في مستقبلك، شايف نفسك بتحاول ان انت تبني مستقبلك، شايفك بتتعلم حاجات جديده كانك هتاخد خطه قويه بعدها تاخد قرار مصيري جدا جدا، وشايفاك هترمي الماضي ورا ظهرك، هتركز في اللي جاي وتختار المستقبل وتختار بدايه جديده. كمان شايفه الفتره الجايه هيبقى حواليك ناس بتحبها، تبقى واثق في نفسك، ثقتك في نفسك هترجع، هتتحرر من الماضي ومشاكل الماضي، هتتحرر من مشاكل نفسيه كانت عندك، هتعمل خطوات بناءه، عندك فتره هدم كتير يعني، هتهدم حاجات في حياتك وتعيد بناء تاني بس من اول وجديد بشكل افضل، عندك طاقه تجديد وقرارات مصيريه قويه جدا. شايفك هتنسى الماضي وهتركز على مستقبلك يا برج العذراء، شايفه عندك تغيرات ايجابيه في حياتك، فتره تغييرات قويه جدا جدا. شايفه ناس هتحاول ترجع لك من الماضي، بس انا مش شايفك مرحب بشخص من الماضي اكتر. في شخص جديد من برج هوائي هيحاول يقرب منك، او هيحاول هيبقى معجب بيك، هيحاول كشك، هيحاول يدخل حياتك. شايفه شخص من برج الثور برده من الماضي بيراقبك، يعني انا شايفه في طاقات ترابيه قويه من الماضي او مائيه، بصراحه في طاقات كتيره قوي. في شخص هيخطف قلبك يا برج العذراء الفتره القادمه، هيبقى برجه مختلف عنك، شخصيته مختلفه عنك، بس هتبقى هتتعود عليه وتتعود على وجوده، وتحس ان انت مش قادر تبعد عنه. وكمان شايفه ان الحبيب، انت والحبيب الفتره دي لازم حد فيكم ياخد خطوه، لان انا شايفه ان في فعلا تجاهل او في بعد او في برود ما بينك وبين الحبيب، فانت لو عايز ترجع له خد خطوه. لان هو حاسس ان انا حاسه ان الكيمياء ما بينكم والانجذاب ما بينكم وبين بعض قل جدا جدا جدا. طيب تعالوا نقول الابراج اللي ظهر عند برج العذراء. شايفه برج الدلو، برج الميزان، برج العقرب، برج الجدي، برج الحوت، برج الاسد، برج الحمل، برج الثور، برج العقرب، برج الجوزاء، برج الميزان، برج القوس. بشكركم، بحبكم جدا جدا. قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه. يا عذراء الاسبوع ده محتاج شغل، محتاج تركيز، انت فيه مشغول، خلي بالك على صحتك يعني، حاولوا ان انتوا تظبطوا مواعيدكم، خلي بالك على مصروفاتك برضو، هيبقى عندك مصاريف كتيره قوي، عندك طاقه دفع فلوس كتيره، فانت الفتره دي لا لازم تنظم مصروفاتك يعني، بلاش تصرف في حاجات ملهاش لازمه يا برج العذراء، يعني اعمل جدول كده، اعرف انت بتصرف فلوسك في ايه يعني. بشكركم، اي لاف يو اول، بحبكم. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. ويا جماعه اي حد حابب يحجز 1 to 1 سيشن معايا، برايفت سيشن معايا، بليز تبعتوا على الايميل وتقولوا انتوا من فين. ثانك يو.